ولمتابعة تطورات المشهد في فلسطين في ظل استمرار الاحتلال في مجازره ضد المدنيين في غزة، ينضم إلينا عبر سكايب من القدس الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي راسم عبيدات. حياكم الله أستاذ راسم. أهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم. حياكم الله أستاذ راسم. يعني حبذا لو توصف لنا المعطيات التي تراها، يعني المعطيات السياسية والظروف السياسية التي آلت إليها هذه الحرب وهذا العدوان بعد مرور أكثر من 250 يوم على بدئها. نعم، بعد مرور 253 يوما على والنساء في قطاع غزة، نحن نستطيع القول بشكل أستاذ واضح راسم، يعني حبذا لو العملية هي فقط، حبذا لو تعيد من البداية، هناك تقطع في الصوت، تفضل. نعم، بعد 253 يوما على هذه الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال على أبناء شعبنا في قطاع غزة، واضح أن لا يستطيع أن يحقق لا أهداف عسكرية ولا ميدانية ولا نصر ولا صورة نصر. الاحتلال فقط يوغل في الدم الفلسطيني المزيد من الخسائر البشرية في صفوف الأطفال والنساء، والمزيد من عمليات القتل والمزيد من عمليات التجويع، وكذلك الكارثة الإنسانية بسبب نقص المواد الغذائية والخدمات الصحية والطبية في قطاع غزة. ولذلك هذه العملية من الناحية العسكرية هي قد فشلت فشلا ذريعا، لا يوجد هناك لا إنجاز عسكري ولا إنجاز ميداني ولا نصر ولا صورة نصر. الاحتلال عندما يتحدث رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو أنه يريد أن يحقق ما يسمى بالانتصار الناجز، يقول له ليبرمان زعيم حزب إسرائيل وبيتنا، نحن حصلنا على العار الكامل. وهناك إجماع في القيادتين العسكرية والأمنية بأن هذه الحرب أضحت بدون أهداف بدون أفاق واضحة، هي لم تحقق أي هدف من أهدافها، لا في استعادة أسرى بدون مفاوضات مع المقاومة الفلسطينية، ولا بتدمير القدرات العسكرية والتسليحية للمقاومة الفلسطينية وفي القلب منها حماس، وبالتالي طيب هم بناء على كانوا هذا أستاذ يقضوا على راسم، المقاومة الفلسطينية سلطة حماس. بناء على هذا أستاذ راسم، يعني إلى متى ستواصل قوات الاحتلال عدوانها هذا؟ يا سيدي، هذا العدوان الذي تقوم به الاحتلال فقط أصبح القتل من أجل القتل. هي تقوم بهذه العملية بعقلية ثأرية وانتقامية. هم يتحدثون الآن بأنهم سينهون العملية العسكرية في رفح بعد الفشل خلال أسبوعين، والقيادة العسكرية كما قيل أنها أوعزت القيادة السياسية بالقيام بعمليات نقل ألوية من قطاع غزة باتجاه الجبهة الشمالية، بمعنى فتح الجبهة مع حزب الله اللبناني. وهم يدركون تماما أن جيش الاحتلال في ظل ما يعيشه من حالة من التفكك والتراجع في المعنويات وانهيارات واستقالات لن يستطيع أن يحارب على جبهتين. هو لم ينجح ولم ينتصر في قطاع غزة لكي ينتصر في الجبهة الشمالية. ويهود برات رئيس وزراء الاحتلال الأسبق في مقالة نشرها أمس الجمعة في صحيفة هارتس قال: نحن أخفقنا استراتيجيا وانهزمنا على الجبهتين قطاع غزة وعلى الجبهة الشمالية، ولذلك يجب علينا أن نذهب إلى انتخابات مبكرة سادسة مبكرة لكي لا نصل إلى الكارثة. وهذا ليست وجهة نظر براق، بل الكثير من القيادات العسكرية والأمنية والتي بدأت يعني خلال تتحدث على أن دولة الاحتلال. أستاذ راسم، يعني خلال أسبوعين من المتوقع أن يجري وقف لربما أو تنتهي العملية العسكرية في رفح، هل معنى ذلك أن قوات الاحتلال ستذعن لشروط المقاومة الفلسطينية بتوقعك؟ يا سيدي، هم يتحدثون عمليات إنهاء العمليات العسكرية في رفح خلال أسبوعين، ولكن هم يقولون بأنهم سينتقلون إلى شكل جديد من أشكال المواجهة، ربما باستخدام المكثف للطائرات واختيار أهداف ملتقى ومحددة من لمهاجمتها للمقاومة الفلسطينية. ولذلك هذا طلب
من القيادة العسكرية، ولكن هل تستجيب القيادة السياسية؟ لأن نتنياهو محكوم بالفاشية اليهودية شركائه في الحكم، والذين يقولون له بشكل واضح إذا توقف العمل العسكري في قطاع غزة فهذه الحكومة ستسقط من داخلها، بمعنى أنهم سيعملون على الانسحاب من هذه الحكومة. ولذلك هاجس نتنياهو هو هاجس سين هذه هؤلاء الشركاء الذين يهددونه باستمرار بإسقاط حكومته وبالتالي تحميله مسؤولية الفشل الأمني والاستخباري والهزيمة في 7 أكتوبر والمحاكمة بالتهم المنظورة ضده أمام قضاء دولة الاحتلال، الرشوة وسوء الائتمان وخيانة الأمانة وقضاء بقية عمره في السجن. وبالمقابل هو يعيش حالة ما يسمى حماس فوبيا أو مقاومة فوبيا، ويقول أنه لن يوقف الحرب حتى يقضي على المقاومة في القلب منها حماس ويستعيد أسرى. وأنا أعتقد جازما بأن هذه العملية العسكرية بعد 253 يوما كما كانت في خان يونس وفي الشجاعية وفي جباليا وغيرها هي لن تحقق أي هدف من أهدافها، وبالتالي هي تعمق من أزمة نتنياهو. نتنياهو يا سيدي لا يستطيع التراجع، لأن عملية التراجع تعني التسليم بشروط المقاومة والهزيمة لإسرائيل، وهزيمة إسرائيل تعني هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية، والتعمق والتوغل في قطاع غزة والغوص في مستنقع قطاع غزة وفي رمال غزة يعني دفع المزيد من الخسائر البشرية ضباطا وجنودها المزيد من المعدات العسكرية. في هذا اليوم السياق، عندما نعم في هذا السياق يعني أظن أنك ستذكر هذه النقطة، كان هناك تصاعد في أعمال المقاومة الفلسطينية، اليوم كان هناك استهداف لعربة النمر ومقتل 8 جنود وضابط من قوات الاحتلال. ما تأثير مثل هذه العمليات على الداخل الإسرائيلي وما انعكاسها أيضا على أداء الحكومة الإسرائيلية؟ نعم، هذه العمليات وتصاعد خسائر الاحتلال هذا يعمق من الأزمة الداخلية. أهالي الأسرى الإسرائيليين باتوا يشعرون بأن نتنياهو فقط يريد أن يعيد أبنائهم في توابيت سوداء ولا يريد أن يعيدهم أحياء، ولذلك هي هذه المظاهرات التي يقوم بها أهل الأسرى هي تتوسع وتتواصل بشكل كبير في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى أن ما حدث في حل في مجلس الحرب بانسحاب جانس بني جانس وجابي أزنيكوت من هذا المجلس الحرب، هذا يعني أن الوضع في داخل دولة الاحتلال سواء في الحكومة أو مجلس الحرب المصغر يعني أن الخلافات تستعر، سواء بالخلاف ما بين المؤسسة العسكرية والأمنية مع المستوى السياسي وبالذات مع نتنياهو والفاشية اليهودية، أو على صعيد المعارضة الإسرائيلية فهناك تشكل لمعارضة إسرائيلية، تحالف ما بين ليبرمان زعيم إسرائيل بيتنا وجدعون ساكر زعيم ما يسمى بالأمل الجديد ولبيد زعيم المعسكر وأيضا لبيد في هذا الاتجاه، وهذا التحالف الثلاثي هو أيضا يطالب بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات تبكيرية سادسة، بالإضافة إلى جانس وأزديكوت وأهل الأسرى. ولذلك هذه الشرعية الشعبية والسياسية يبدو أن نتنياهو قد فقدها، ولكن ما زال يحتفظ بالشرعية الحكومية أو شرعية الكنيست حيث يوجد له 64 صوتا في داخل الكنيست، وأعتقد بأن أي هزة ستحصل داخل هذا المعسكر الذي يقوده نتنياهو قد تودي بهذه الحكومة نحو التفكك والانهيار وبالتالي الذهاب إلى انتخابات تبكيرية سادسة في هذا الاتجاه. هل يمكن القول أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يلعب في الوقت بدل الضائع، خاصة بعد خطابه الذي يعني تحدث فيه عن أن هذا الكيان يعني يخوض لربما حربا كما سماها حرب دفاع عن النفس، ليس فقط ضد الداخل أو ليس فقط ضد حماس، وإنما يعني حرب دبلوماسية لربما ودولية وغيرها من هذه الحروب التي سماها؟ ما الذي يحاول نتنياهو فعله؟ هل يحاول استعطاف الجمهور الإسرائيلي أم ماذا؟ نعم، هو أراد بعد وتحديدا بعد عملية مخيم نانسي رات والتي يسميها غزوة رامبو بمساعدة المخابرات المركزية الأمريكية، والتي استعاد فيها 4 من الأسرى وقتل فيها 3 أسرى
آخرين منهم، واحد من حمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى أرنون قائد وحدة اليمامة التي قادت هذه العملية. نتنياهو كان يريد من هذه العملية أن يرمم صورته أمام أهل الأسرى وأمام الجمهور الإسرائيلي، ويقول لهم بأن الخيار الوحيد لاستعادة الأسرى هو هذا الطريق، بمعنى عدم التفاوض مع المقاومة الفلسطينية بل استمرار العملية العسكرية للضغط على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، أو القيام باستعادتهم بدون تفاوض مع الحركة والمقاومة الفلسطينية. أعتقد بأن نتنياهو وقد وصل إلى خط النهاية في هذا الاتجاه، ودولة الاحتلال عندما تتحدث بأنها تخوض هذه الحرب تحت ما يعرف بالاستقلال الثاني، هي تدرك تماما أن هناك أزمة عميقة تعيشها الدولة، أزمة سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية، وأزمة على المستوى النفسي وأزمة على المستوى المعنوي، وعدم ثقة من قبل المستوطنين الذين يجري تهجيرهم من الشمال والجنوب. هم لم يعودوا يشعرون بأن هذه الحكومة ولا بالمؤسسة العسكرية والأمنية قادرة أن توفر لهم أمنا لا على المستوى الشخصي ولا على المستوى العام، وغير قادرة إعادتهم إلى مستوطناتهم التي هربوا أو هجروا منها في الشمال والجنوب. ولذلك هذه الأزمات هي أيضا تلقي بظلالها على المؤسسة العسكرية. العديد من جنود الاحتلال يفضلون الانتحار على الالتحاق بوحداتهم في قطاع غزة، وأكثر من 10,000 من العائدين من جنود الاحتياط هم كانوا يعانون من صدمات نفسية وطلبوا العلاج في الجانب العقلي النفسي. وكل هذا الذي يحدث أيضا في تفكك المؤسسة العسكرية، نشهد استقالات آخرها كانت استقالة قائد منطقة قطاع غزة أبي روزفلت، والذي قال أنه لم يستطع أن يعني يوفر الأمن والأمان لسكان. متحدثا عبر سكايب من القدس الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي راسم عبيدات، شكرا جزيلا لك.